أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. آمنت بالله، هم ثلة عاهدت ربها ألا تحيد عن هدي الدين الحنيف، هم ثلة وطنت النفس على حماية أبنائنا بأشفار عيونها حتى لا تبهرهم بهارج الدنيا بألوانها الزائفة، هم ثلة زرعت سنبلة الهدى وسقتها بسلسبيل المقل حتى أزهرت سنابل ذهبية قمحها فتيان وفتيات مؤمنون متمسكون بخلق نبي الرحمة الكريم محمد الأمين صلى الله عليه وآله. هم ثلة أسست سنبلة الهدى على الصراط المستقيم. ونداوي قلب المجروح على طيبه ونداوي قلب المجروح ونشاهد تلك الحضره فيها حبيب الروح ونشاهد تلك الحضره فيها حبيب الروح على طيبه على طيبه على طيبة يلا نروح على طيبة يلا نروح ونداوي قلب المجروح على طيبة يلا نروح.
السلام عليك يا عماه يا جابر. وعليك السلام يا سيدي. عظم الله لك الأجر. حسن لك العزاء يا عماه. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى أهل بيتي الطيبين الطاهرين. الإخوة والأخوات، أبناء الجالة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعدني ويشرفني أن أضيف إلى ما تقدم في هذا التقرير المصور، أن أضيف باقة من نوري هذا العمل العابق بأنفاس المخلصين والطيبين والذين عرفناهم منذ البدايات فتية آمنوا بربهم
وزادهم الله هدى. هذه الجمعية التي واكبتها منذ البدايات كانت البرعم الذي نشأ وترعرع وكبر وطالت أوراقه وطالت أغصانه وصار فيئه عميما في مختلف الجاليات والمدن، حيث انطلق العديد من العاملين من الإخوة العاملين من هذه المدينة إلى بقية المدن لتأسيس أيضا المراكز والجمعيات ولنقل التجربة التي كانت سباقة ورائدة في هذه المدينة. وأذكر تماما في مثل هذه الأيام، أيام شهر 12 من كل عام، كيف كنا نأتي من كل المدن لنلتحق بدورة ثقافية، ومن خلال هذه الدورة نشد أواصر التعارف والتعاضد والتعاون ونحمل ما تعلمناه إلى سائر المدن الكندية وننقل هذه التجربة الرائدة، تجربة جمعية الهدى الإسلامية التي كانت السباقة في التحول من العمل الطلابي والشبابي إلى العمل الجاليوي. فكان المركز في كوديكو من المراكز الأولى للجاليات في هذه المدن، وكانت طبيعة الأنشطة التي توزعت فيه تشمل العديد من المرافق التي لم يعتد عليها العمل الإسلامي في بقية المناطق. يعني من هنا بدأت المدرسة، مدرسة تعليم اللغة العربية، مبكرا جدا وواكبت أجيال ما زالت إلى الآن موجودة، وأيضا العمل الكشفي ثم العمل الرياضي والكثير من الأنشطة. وهذه الجمعية كانت سباقة في تقديم العمل النسوي ليكون جزءا من لجاننا وأنشطتنا في لفتة سابقة على كثير من أخواتها، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حجم الوعي الفكري الذي واكب هذا العمل منذ البدايات، والذي وصلنا اليوم لنرى فيه ومن خلاله أبناء وبنات الإخوة المؤسسين يواصلون هذه المسيرة مع إخوة لهم قرروا أن يعضضوا هذه المسيرة بجهدهم، بعملهم، بوقتهم وبتضحياتهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن تكون هذه الجهود هي خطوات ممهدة في سبيل تحقيق الفرج الكبير بخروج مولانا صاحب العصر الزمان ليملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت وتملأ ظلما وجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.